ايه ده؟ كرسي التسريحه ده ولا حلاوه المولد ولا ايه دي؟ هابي فالنتاين داي، انت ساعدتني كتير وبتبقى قدامي طول الوقت، ونفسي اقول لك اني بحبك من زمان، بس مش راضيه عشان احنا في وش بعض اغلب الوقت. ام ده اقرب حد ليك؟ اقرب حد ليا؟ وانا كده مش هعرفك يا لهفه. عبيط قوي. تعالى حبيبي حبيبي حبيبي. سيبك يابا بقى من التلفزيون وركز معايا. ايه شويه، عايزك في حوار مهم قوي. عايز فلوس؟ لا كفي نفسك، انا مش عايز فلوس، انا عايزك في حاجه اهم من الفلوس. بدات تقلقنا، في ايه؟ عايز ايه؟ انا في واحده صاحبتي مغربيه اسمها رشيده جايه مصر، وعايزها تقعد معايا في الاوضه انا وهي وبس. تجننت؟ لا لا جننت عبيط، انا ما عنديش الكلام ده. لا 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 معلش يابا، عشان دي مغربيه وما بتحبش اي حاجه في مصر، لا بتحب الاهرامات ولا البرج، ما بتحبش حاجه غير ايمن. عشان ايه ده الكلام؟ عشان سمعه مصر يابا. ما ينفع يرضيك. انا قلت لها اه يابا، يرضيك ارجع اقول لها لا؟ تيجي تروح المغرب تقول الشباب المصري حابه يقولوا اه وحابه يقولوا لا؟ لا، عشان سمعه مصر كمان، ده انا رقبتي عشان سمعه مصر. يعني اقول لها تيجي؟ تيجي. نظفت لك جوه بقى اخر تمام يا حلواني. لا، عايزين شغل فنادق فاخر، عايزين نرجع السياحه زي الاول ان شاء الله. ايوه استنى بقى، عشان انت بتنظفه هو كله عنكبوت. ايه ده؟ ايه يابا؟ ده محسسني انها نازله في شرم الشيخ. ما تقلقش ما تقلقش يا حلواني، ده انا عامله لها حته اكله هتروح تحلب بيها ببلدها. لو النبي يا ابتهال، مش عايزينهم يسحبوا السفير. بابا انا مش فاهمه ازاي حضرتك موافق ان واحده غريبه تيجي تقعد معانا في البيت وكمان تقعد معايا انا في اوضتي. طب والبرايفسي بتاعتي؟ الدراما المغربيه داخله بقوه، عايزين يبقى لنا رجل هناك. السلام عليكم. اهلا يا حبيبي. اهلا. ازيكم يا جماعه؟ ازيك يا مرتدل؟ ازيك يا اقرب حد ليا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ مواه مواه مواه. ايه ده؟ في ايه يا واد؟ مفيش، انا بس كنت عايز اقول لك ميرسي. ميرسي على ايه بقى؟ انا هاجي معاك المطار. انا اللي جاي معاك المطار؟ لا، انا اللي هاجي معاك. انت متخلف يا ابني، انت مش قال لي في صاحبتك جايه من المغرب؟ ايوه. طيب ماشي، انا جاي معاك المطار. لا، انا اللي هاجي معاك. انت عايز ايه؟ عايز انا اللي هاجي، انا اللي هاجي معاك. انت فاجئتني، بس يلا يلا تمام تعال. جوز متخلفين. كل عام وانت يا حبيبي، يلا سوا ندخل في عام جديد. انا مين؟ انت اشرف ولا محمود ولا سعيد؟ من الزفت اللي انت بتقول عليهم دول كلهم يا بابا. ما انا قاعده مستنياك انت، يعني هيكونوا مين دول؟ بهزر معاك. الله، بجد؟ ايوه بستظرف. طب دي واحده وراجعلك. رايح فين؟ هجيب لك مفاجاه، غمضي عينيكي. ماشي اهو. يلا بقى بسرعه. اوعي تفتحي عينيكي، اوعي تفتحي عينيكي، فتحي عينيكي. حبيبي انت طيب قوي. ربنا يخليك ليا. هابي فالنتاين دايز يا ساندي. يا حبيبي وانت من اهله بالصحه والسلامه. جميل قوي. اللي قول لي يا حبيبي، صحيح هما ليه في العيد الكبير بيذبحوا العجل، وليه في العيد الصغير بناكل الكحكه الحلوه، وفي شم النسيم بناكل الرنجه، اشمعنا بقى في الفالنتاين بنجيب دبدوبي؟ اصل هي ليها حكايه طويله. صلي بينا على النبي. اتفضلي. ميرسي. الله 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 الله. هاي. اهلا يا حبيبتي. اهلا. دي المفروض خالتي. اه. ابتهال. اهلا يا صاحبتي. ده الواد اخويا. ايه في ايه؟ ماله؟ ده المفروض ابويا الحلواني. الله، حلواني يعني بيعمل قطايف وكنافه وكده. الله الله الله، ايه القلش ده؟ انا بحب اللهجه المصريه وبحب القلش بالزاف بالزاف بالزاف. بالذات. بالزاف. بالته. بالفه. بالته. بالفه يعني كتير. ما تقوليش كده، عيب. هتفهمي مغربي؟ طب هتقعدي معايا في الاوضه.
خلاص بقى خلاص، احنا هنقف نسلم كتير، يلا الاكل هيبرد. طب انا اروح اغير ياما وبعد كده اجي اكل براحتي. مش روح يا اخوي، انا بحب الاكل المصري بالذات بالذات. بلاش يا بنتي الاكل، هتقعي مننا على الارض. مننا ولا من هناك؟ الله الله الله، انا عارفاكم انا عارفاكم يا بتوع المغرب بتموتوا في الاكل المشطشط. انا بقى عامله لك اكل بالهوتسوس. الهوتسوس اللي هم غلبوا احمس. تريد مين؟ حماده سلطان بس على قمر. بقول لك ايه، نعم. ما تغني لي كده اي اغنيه. يا يعني لازم تزنقي لي الزنقه دي. حاضر، انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. انا عندي بغبغان حلواني بنص لسان. بس تصدقي بقى ان انا المكان ده خانقني. ليه كده؟ مش حاسس بالحب. انا جاي اعيش قصه حب معاكي. انا كان نفسي في مكان واسع، جنينه واسعه، مكان واسع عشان اجري انا وانت ونقع على وشنا ونضحك. زي الاستاذ عبد الحليم حافظ ومدام شاديه، وزي الاستاذ عمر الشريف والست مريم فخر الدين، وانا كمان. وحتى رحت النهارده عملت شعري سشوار ب 12 جنيه ونص، قلت عشان لما اجري يطير ورايا كده ما يبقاش مكتكت. واللي يطير اللي يطير، تعملي شعرك ب 12 جنيه ونص؟ لا بقول لك ايه، انا ما احبش الست اللي تصرف على الفاضيه والمليانه. اه انت شكلك بقى كده من الرجاله المقرطيه اللي بيقرطوا على الستات وما بيدهمش فلوس. لا يعني مش كده، انت حبيبتي واللي تطلبيه انا اديهولي. ده انت لو طلبتي نن العين، لا لو طلبت كوبايه شاي حليب ميزه ب 2 جنيه اديها لك واجيبها لك. حبيبي قوي يا عمري. يا سلام، شوفي سبحان الله الخالق الناطق كأنه مكتوب لك. الدبدوب شبهك بالظبط. شفت، انا احس ان هو حته مني، حتى شوف نفس المناخير اهي. ما هو اما هيكبر ويبقى قد كده مناخيره هتكبر ان شاء الله. يا رب يدينا العمر ونشوف عريس. مين؟ ايه ده؟ انا فاطمه. ازيك؟ انت عامل ايه؟ ايه اللي جابك هنا اهوت وسبتي حمامات سينما بتعملي ايه؟ اصل انا جبت لك حاجه كده كبيره قد كده اهو. جبت لي ايه؟ بكر مناديل. بكر مناديل ايه؟ هديه. مساحات. مساحات ايه؟ ما توسع مخك شويه، انا هفهمك. عارف وانت واقف على باب السيما اقرب مكان لك ايه؟ الحمام. طب اقرب حد ليك واقف على باب الحمام مين؟ الناس اللي بتعمل حمام. غلط، انا اللي واقفه لك على باب الحمام. ما انت واقفه من زمان، ايه اللي جد يعني؟ اصلا انا جايه اقول لك حبي فالنتايز دي يا حبي. فالنتايز؟ ايوه. فالنتايز ايه؟ انت عايزه ايه؟ انت شفت الهديه اللي انا جبتها لك يا روح الروح؟ هو انت؟ يبقى شفتها وعجبتك. ولا شفتها ولا عجبتني ورميتها اصلا. ليه كده؟ خلاص مش مهمه، مش مشكله، هبقى اجيب لك واحده اكبر منها واحلى منها. ولا اكبر ولا احلى. فاطمه يلا ارجعي الحمامات زمان الناس واقفه مزنوقه. يلا قاسي وحمش وده اللي محببني فيك بيت ريحتك. يلا غور على الحمامات. اشوفك امسي يا روح الروح. ماشي ماشي يا لهفة، ماشي بقى. البت المعفنة بتاعت الحمام تفتكرني وانتي لأ؟ ماشي يا لهفة ماشي، انا غلطان انا غلطان، وانت انت خدعتني، كنت بحبك بس خدعتني. طز فيك يا لهفة، طز فيك يا لهفة. انا مش هزعل نفسي، انا هتبسط بسط واسمع مزيكا واتبسط. انت بغيه واحد خدي دي كمان بقى. قول، ممكن تقولي لي انهي اللي اطول، الليل ولا النهار؟ لا قول انت. انا ما اعرفش اصلا، عمري ما شفتهم واقفين جنب بعض. لا بصراحه دي حلوه، بس
أنا أسفة جدا، يعني النهاردة فالنتين والمفروض تنزل مع صاحبتك. صاحبتي يا حبيبي ما تاخديش في بالك، احنا كبرنا على الحاجات دي. أوي لي؟ ايه ده ايه ده ايه ده، ايه الكلام اللي انت بتقوله؟ مين اللي كبر؟ ده انت زي القمر وفي عز شبابك، اه وغزال وتتحمق، ده مليون واحدة تتمناك. انتي قد الكلام ده؟ طبعا انا هروح اتحمق عشان مليون واحدة تتمناني. بس يعني ما تزعلش مني، انا عايزاك تغير الستايل شوية، يعني تلبس الوان فريحي كالرفل، ده النهاردة عيد الحب، انزل وتشوف، ده البنات هتبقى عليك كده. ازيك يا عم؟ ازيك يا حبيبي؟ اهلا يا مرتدل. اهلا اهلا. في ايه؟ انت مالك مودي كده النهارده؟ انت مالك يا ستي؟ مالك ومالي، مودي ولا عبودي؟ انت مالك بيا؟ ازيك يا رشيده؟ لا بس لسه بتقلشي؟ طبعا. ممكن اقعد اقلش معاك شويه؟ اتفضل. ميرسي. ازيك يا عم؟ ازيك يا سيف؟ كنت قلشه بقى وانا هقوم اتحمق وادلع نفسي عشان الفالنتاين. يلا قول. لا قول انت الاول. لا قول انت. لا لا ما يصحش، لازم انت اللي تقولي الاول.